السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو سيكون عن إذا أنتم اشتريتم قفص وأردتم أن تضيفوا طبقة ثانية، جيبوا قطعة خشب، ها هي تكون كبيرة على القفص. هلأ راح نحطها هيك. لحظة، هس ها هو شكله النهائي. وإن كان عندكم هذا مثل هذا المصعد، ضعوه له كي يصعد فيه عليه. فهمتوا؟ وأتمنى يكون أعجبكم هذا الفيديو. شكرا على 96. وإن كان أحد لديه فرد من عائلته أو صديق من أصدقائي، أخبره بأن يشترك في قناتي. وجزاكم الله خيرا على 96 مشترك. وإن شاء الله نوصل لأكثر منها من 96، نصل ل100 ونتفوق. وهذه حملة جديدة، حملة توصيل آدم ل100,000 مشترك. يلا باي. دور الهامستر. الهامستر خائف عندما رأى الخشبة، يريد أن يصعد إليها. يلا باي.